كم ألقى رئيس الصيني شي جين بينغ خطابا أمام رجال الأعمال الصينيين في الرابع من مارس الجاري، قال فيه إن الحكومة ستستمر في دعم الشركات الخاصة من خلال تعزيز سلسلة من السياسات. وفي الدورتين السنويتين قال رجال الأعمال المشاركون إنهم يشعرون بالاطمئنان بعد خطاب الرئيس شي. ذكر الرئيس شي في خطابه الفرص المتكافئة والحقوق المتساوية، وهذا مهم جدا بالنسبة للشركات الخاصة. ذكر الرئيس شي 5 إجراءات، وهذه الإجراءات تعد فرصا ومستقبلا مشرقا لشركات القطاع الخاص. هذا يجعلنا أكثر ثقة في المضي قدما. الشركات تنقصها ثقة عندما يكون الاقتصاد تحت ضغط هبوطي. رجال الأعمال لا يريدون الاستثمار خوفا من مخاطر الإنتاج الصناعي. لذلك كان خطاب الرئيس شي مدمئنا لشركات خاصة صينية وعزز ثقتها. تدعم سياسات الحكومة والمجتمع القطاع الخاص الصيني مع قوة لم يسبق لها مثيل. وعد خطاب الرئيس شي بآفاق النمو للشركات الخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.